المقاومة الفلسطينية المتحققة على الكيان الصهيوني. هذا الكيان المهزوم سياسيا وعسكريا واقتصاديا. الأرقام تقول من عام 1973 ما خسر الكيان مثل خسارته بمعركة طوفان الأقصى. 1400 قتيل من الكيان بهذه المعركة لحد الآن، أما الجرحى في أكثر من 5000 جريح، بينما عدد الأسرى يتراوح بين 250 إلى 300 أسير، بالإضافة لخسائر تقدر بأكثر من 7 مليار دولار و10 ملايين دولار أسبوعيا بسبب إيقاف حقل غاز. مؤشر بورصة تل أبيب تراجع ل 6% خلال أسبوع، وفقد الشيغل حوالي 7% من قيمته. الصدمة اللي يعيشها الاحتلال دفعته للاستمرار بحرب ما معلوم شو وقت وشلون تنتهي، بس المعلوم والواقع يقول اكو جرائم مستمرة بشكل يومي ينفذها الكيان الصهيوني، آخرها ليلة البارحة على اليوم. لحد الآن وصلت أعداد الشهداء ل 400 شهيد. كل هذه المواقف والصمت الدولي على جرائم الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين راح نناقشها خلال هذه التغطية مع ضيوفنا الأستاذة تبارك الراضي الباحثة في الشأن السياسي، وينضم لنا عبر سكايب الأستاذ مهند الحاج علي الكاتب والمحلل السياسي من سوريا. حياكم الله ضيوفنا. نبتدي وياك ست تبارك، هذه الجرائم المستمرة من الكيان الصهيوني، هذه وين نصنفها؟ كرد فعل من الكيان على معركة طوفان الأقصى، باعتبار البعض اليوم يظهر على شاشات التلفزيون ويقول أنه طوفان الأقصى والعملية صارت هي السبب بهذه الجرائم، أم أنه هذا الوضع المعتاد من الكيان الصهيوني بحق المواطنين الفلسطينيين؟ حياكم الله. بالبداية يعني أكيد نعزي ذوي الشهداء الفلسطينيين جميعا، ونتمنى للجرحى الشفاء وتخف المعاناة على أهلنا بغزة وفلسطين عموما. جرائم هي جرائم حرب، لأن هي انتهاك واضح للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني. إن احنا نعرف حتى بوقت أوقات الحروب نفعل القانون الدولي الإنساني حتى نحمي السكان المدنيين وغيرهم، لكن حتى القانون الدولي الإنساني الآن غير فعال، والسبب واضح. أنتم تعرفون القطب المسيطر على النظام الدولي هو إلى الجانب الصهيوني، فبالتالي كل المنظمات الدولية تتعطل في هذه الحالة، وتشاهدون حجم الانتهاكات، مو فقط الانتهاكات وإنما التغطية الإعلامية بفعل تأثير اللوبي، كلها تدفع باتجاه تصوير ما تقوم به إسرائيل كحق مشروع للدفاع عن نفسها. هناك يعني كل القوى المؤثرة بالنظام الدولي، الاتحاد الأوروبي، حتى يعني الموقف الروسي هو موقف ربما حريص على قبل عدم ما قبل الموقف الدولي ست تبارك. نعم. وقبل طوفان الأقصى، باعتبارك باحثة في الشأن السياسي وأكيد من طلعة على بعض التفاصيل والمعلومات، الوضع الفلسطيني شنو كان؟ احنا جاي نتحدث عن انه حتى قبل طوفان الأقصى سنويا اشقد عدد الشهداء الفلسطينيين، وبالتالي يعني آلة القتل هي مستمرة طيلة الفترة الماضية، ما يقوم به الاحتلال مستمر، حتى عملية يعني حاليا عملية تهجير الغزاويين من قطاع غزة هي عملية مستمرة، لكن الآن ربما اللي يعمل عليه الاحتلال الإسرائيلي ويشوفه فرصة مؤاتية. يعني الخطة كانت تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية، الفلسطينيين أو السلطة الفلسطينية تسيطر على 40% من أراضي الضفة الغربية، كانت الخطة خطة وزير المالية سومريتش لتهجيرهم باتجاه الجولان، وبالتالي تستحوذ إسرائيل على كامل المنطقة وتزيح من عندها السلطة الفلسطينية. اللي صار يعني هذا مخطط سومريتش منحه أنه نتنياهو منحه درجة وزير داخل وزارة الدفاع بالإضافة إلى مهامة كوزير للمالية. الخطة كانت الضفة الغربية، يعني كان قطاع غزة عملية مؤجلة. اللي يصير واللي حاليا تدفع إسرائيل باتجاهه هو تهجير الفلسطينيين من غزة، وتبقى مسألة الضفة الغربية ربما مسألة أسهل. وهذا هذا مشروع قديم جديد مثل ما ذكرتي، يعني احنا نسمع عن هذا المشروع من الخمسينات والسبعينات، وبكل الحرب تصير يذكر موضوع التهجير ويباشر الكيان الصهيوني بهذه الحملات، وحتى حاليا هذه الجرائم. يعني انتقل لي الأستاذ مهند، هذه الجرائم المستمرة، يعني نسمع عن الإنسانية وحقوق الإنسان وغيرها من التفاصيل، وخير مثال اللي صار بالحرب الروسية الأوكرانية، وأمريكا دوختنا بهذا الموضوع.
وين هاليوم كل هذه المنظمات والبلدان عن ما يصير في فلسطين؟ طبعا في البداية تحية لك سيدي الكريم ولفريق عملكم وللسادة المشاهدين ولضيوفك الكرام، والرحمة كل الرحمة لشهدائنا الأبرار. صوت أستاذ مهند واصل يا أخوان. وإن شاء الله النصر المؤزر لجيشنا الباسل. هل الصوت مسموع سيدي الكريم؟ أستاذ مهند إذا الصوت واضح عندك؟ نعم أنا الصوت واضح عندي، هل تسمعني بوضوح سيدي الكريم؟ نعم أستاذ مهند، أتساءل عن الشعارات اللي نسمعها دائما من دول الغرب عن الإنسانية وحقوق الإنسان وغيرها من التفاصيل، اللي اليوم ساكتة عن الجرائم اللي تصير بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين اللي بعيدين عن مساحات المعارك ومساحات القتال مع الكيان الصهيوني. طبعا أجدد الترحيب بك سيد الكريم وبفريق عملكم والسادة المشاهدين وضيوفك الكرام، والرحمة كل الرحمة لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل للجرحى والنصر المؤثر إن شاء الله لقضيتنا العادلة. بكل تأكيد اليوم هذا معركة طوفان الأقصى ورد الفعل الكيان الصهيوني ضد أهلنا المدنيين في غزة، هي تثبت مرة أخرى زيفية ما تدعيه الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها المجتمع الغربي ككل وأوروبا عما يسمى بحقوق إنسان وعما يسمى ب طبعا قواعد اشتباك أو قواعد حروب. مثل ما تفضلت حضرتك سيد الكريم، في أوكرانيا كانوا يصدعون رؤوسنا بحقوق الإنسان وبأنه يجب على روسيا أن لا تضرب هنا وأن لا تضرب هنا، وإذا ما جرح يعني مدني في أوكرانيا تقوم الدنيا ولا تقعد. ولكن يثبت الغرب مرة أخرى أن هذه القيم هي لا تعنيه في شيء عندما يمس أحد من أدواته على الأرض في الميدان وعلى رأسها الكيان الصهيوني. عندما مس الكيان الصهيوني في مقتل بكل تأكيد سقطت كل هذه الأقنعة، لا حقوق إنسان ولا حقوق طفل ولا شرعية دولية ولا قوانين مجلس أمن تهم الولايات المتحدة الأمريكية والغرب. اليوم التركيز هو على جعل الكيان الصهيوني يرضى بالانتقام من أهلنا في غزة. هو غير قادر على تحقيق أي انتصارات عسكرية حتى الآن في وجه المقاومة. يعني اليوم بعد هذا القصف الشديد وبأسلحة محرمة دوليا سواء كانت صوت أستاذ مهند ما واصلني أو القنابل العنقودية، نعم حتى الآن لم يستطع هذا الكيان تحقيق أي شيء على الميدان ضد المقاومة أو المقاومين. حدث أن استشهد بعض المقاومين أو أحد القياديين، هذا أمر طبيعي في معركة ضد هذا الكيان، ولكن التأثير على البنى التحتية في المقاومة لم يحدث أبدا. وبالتالي العدو يلجأ إلى غريزته الانتقامية، كونهم اليوم من يسيطر على هذه الحكومة هم الأكثر تطرفا والأكثر تشددا. لذلك اليوم العالم كله يقع أمام مسؤولياته. اليوم أين حقوق الإنسان وحقوق الطفل؟ واليوم حتى سيد الكريم في قانون الأمم المتحدة الدولة المحتلة يجب أن لا تقطع لا الماء ولا الغذاء عن الدولة التي وقع عليها الاحتلال. أستاذ مهند، هو ما اكتفوا فقط بالماء والغذاء، قصف المستشفيات وخير مثال مستشفى المعمدانية واللي صار بيها من ضحايا وأعداد كبيرة من الشهداء والأطفال بالذات. أنا أنتقل للست تبارك الغاية اليوم من استهداف المدنيين من قبل الكيان الصهيوني، ليش ماكو مواجهة مع المقاومة الفلسطينية ويكتفون فقط باستهداف المدنيين بشكل مباشر؟ يعني الغاية هي سحب الدعم المجتمعي من حماس. أنت اليوم لما المدنيين يستهدفون، الإسرائيليين يحاولون يوصلون فكرة للناس أنه اللي جاي يصير بكم سببه حماس، وبالتالي راح يسحب القاعدة المجتمعية من حماس. بالإضافة لذلك حتى عملية يعني هذا القصف الانتقامي هو غايته أنه ذول المدنيين يرحون باتجاه صحراء سيناء. شوف بالأيام الجاية سواء صار الغزو البري أما راح يصير فراح يتكثف القصف الجوي. إحنا في حال يعني أنت تعرف إسرائيل إذا دخلت غزو بري الخطة غير واضحة، أنت تعرف القتال بالمناطق الحضرية صعب على الجيوش النظامية، راح تضطر تخوض حرب شوارع. وعلى اعتبار احنا بالعراق يعني اثناء فتره الاحتلال الامريكي نعرف هذا اسلوب القتال، اسلوب صعب على الجيوش النظاميه لانه ممكن يزرعون عبوه، ممكن يطلعون من داخل البيوت. ولحد الان الغزو البري نسمع به تهديد من الكيان الصهيوني، لكن واقعا
مكتفين بالجانب الجوي فقط. صحيح، طبعا التحذير مو فقط يعني المخاوف داخل المنطقة العربية، حتى الولايات المتحدة تحذر إسرائيل من مغبة الغزو الجوي، هذا ممكن يقضي على إسرائيل تماما، بغض النظر عن الخسائر اللي ممكن تتكبتها جراء دخولها لغزة، ويعني وممارسة حرب الشوارع اللي ممكن أنه حماس أو بالتأكيد تتفوق بيها، وتكبد الجيش الإسرائيلي خسائر باهظة. أنت عندك في حالة الغزو البري راح يتوقف القصف الجوي تماما، لأنه إسرائيل بهذه الحالة ما راح تقدر تقصف وجنودها على الأرض، وبالتالي راح تخسر ميزة، هي الآن تقتل بدون، خلينا نقول بدون وجع قلب، لأنه هو يعني المطلوب إيقاع أكبر عدد من الضحايا، الباقين راح يفرون خوفا باتجاه معبر رفح. اللي تسعى له يعني إسرائيل بالأيام الجاية أنه تكدس المدنيين عند معبر رفح، وبالتالي تجبر مصر لأسباب إنسانية على فتح المعبر. شوف اليوم الضغوط يمكن على محور المقاومة كبيرة، لكن الضغط الأكبر هو على مصر. ليش؟ لأنه مطالب من مصر أو مطلوب من مصر أنه تؤوي، باعتبار المنفذ الوحيد لإيصال حتى المواد الإنسانية الاحتياجات الطبيعية الطبية هو عن طريق مصر، وحتى هذا المعبر أكو مشاكل حاليا عليه واستهدافات من قبل الكيان الصهيوني. خلينا ننتقل للأستاذ مهند. الغاية من هذه الطريقة دائما نشوف استهداف للمدنيين ومحاولة إثارة الرأي العام، هذا أسلوب ناجح إلى اليوم؟ يعني 17 يوم تقريبا على المعركة، هذه الأساليب نجحت بها الكيان الصهيوني بمعركة طوفان الأقصى؟ على عبر التاريخ سيد الكريم، منذ احتلال فلسطين العربية المحتلة حتى الآن منذ عام 1948 حتى الآن، هذا الكيان الصهيوني يقوم بالعديد من المجازر، من مجازر دير ياسين التي قامت بها عصابات الهاغانا والأرجون والتي هي تعتبر نواة جيش الاحتلال، إلى طبعا مجازر بحر البقر في مصر ومجازر في الجولان السوري، بالإضافة إلى مجازر في الضفة الغربية وجنوب لبنان صبرا وشاتيلا. هذا أسلوب معتمد من الكيان الصهيوني، كون أن طبيعة هذا الكيان ومستوطنيه متطرفة، وفي إيديولوجيتهم وفي أدبياتهم التلمودية ينظرون إلى المجتمعات العربية على أنها مجتمعات أدنى، وبالتالي على العكس يعني قتلهم يقربهم حسب تعبيرهم إلى الله أكثر. هذا من جانب. من جانب آخر، مثل ما تفضلت الدكتورة منذ قليل، هم يحاولون تثبيط الروح المعنوية لدى المقاومين، هذا من جانب. من جانب آخر، محاولة سلخ البيئة الحاضنة للمقاومة عن المقاومة نفسها، ولكن ما يحدث عبر التاريخ والعكس. يعني اليوم عندما نرى أب يستشهد له 3 أطفال على شاشات التلفزيون ويقسم فوق رؤوسهم أنه سوف ينتقم، بالعكس هم يحولون المزيد من المدنيين إلى مقاومين، وهذه حالة عامة. يعني الإمعان والتوغل في الدم الفلسطيني أو العربي أكثر لم يؤدي إلى النتائج المرجوة التي يبغاها هذا الكيان الصهيوني، بل على العكس أدى ذلك إلى تشكل محور مقاومة كامل متكامل. يعني نحن نذكر منذ 35 عام كانت حماس هي عبارة عن مظاهرات فقط، مظاهرات سلمية، كانوا لا يملكون لا سلاح ولا يعني سلاح فردي بسيط. اليوم نرى أن اليوم كتائب القسام قادرة على التوغل في داخل فلسطين العربية المحتلة وأسر مستوطنين، راح يستمر الكيان الصهيوني بهذه الأساليب، ومنها أسلوب قطع المساعدات اللي ذكرناها أنه تمر عبر مصر، واحتياجات بالأيام الطبيعية يحتاجون إلى أكثر من 300 أو 400 شاحنة، نسمع البارحة يلا دخلت 20 شاحنة، وإجراءات مشددة من الكيان الصهيوني ومحاولات لضرب هذه الشاحنات. هذه اليوم يعني أنا برأيي هي إجراءات فقط كما يسمى باللغة العامية لتحمير الوجوه. اليوم نتيجة الضغط الشعبي الذي تتلقاه الإدارة الأمريكية والإدارات الأوروبية لما يراه الناس في أمريكا وأوروبا من جرائم وطبعا تمارس ضد حق شعبنا الفلسطيني، والضغط الشارع العربي على حكوماته بكل تأكيد أدى ذلك إلى أكثر 20 حاوية أو 20 سيارة. سيد الكريم، اليوم نحن لدينا 1 مليون مهجر في داخل غزة، يعني إذا نحن فقط نريد إطعامهم بحاجة إلى 3 مليون وجبة يوميا على سبيل المثال، ناهيك عن باقي خدمات الحياة ومراكز الإيواء وطبعا إسعاف المصابين والجرحى. إذا ما دخل هو لا يمثل 1 من 10 آلاف
من احتياجات غزة، ولكن يبدو أن أمريكا تريد أن تظهر نفسها، وخاصة بعد زيارة بايدن. لا مهم، مهم اللي تقوله أستاذ مهند، مهم هذه الأرقام ما نقدر نتجاوزها. ست بارك يعني اليوم هذا المليون المليونين وين رايحين؟ باتجاه الإبادة الجماعية بسبب وضع الكيان وجرائم الكيان اتجاه الفلسطينيين؟ ما من المعقول أنه ماكو حل لكل هذه المواضيع. هو هذا الواقع فعلا، احنا يعني سايرين باتجاه الاباده، وهو هذا المقصود، يا اما اقضي عليهم يا اما انقلهم لمكان اخر. وبالتالي شوف اليوم الاحزاب المتطرفه اللي مشاركه نتنياهو بالحكم هي الاحزاب اللي ترفض اصلا حتى حل الدولتين اللي احنا اساسا رافضينه، هي ايضا ترفض هذا الحل، وتشوف انه اسرائيل هي دوله من البحر للنهر اللي هي الاراضي الفلسطينيه كامله. لذلك الخطه كانت بالضفه الغربيه، استثمروا هذه اللحظه، ولهذا هم يعني حتى الدعوات الغربيه، ربما احنا بالايام الاولى لطوافان الاقصى كان هناك تصلب بالموقف الدولي الداعم، الموقف الاوروبي، الموقف البريطاني، الموقف الامريكي، لكن يدعمهم الكيان الصهيوني. نعم، بدعمهم للكيان بالتأكيد. إذا تلاحظ هذه الأيام حدة الخطاب خفت، خصوصا ليش؟ هذا هم إلى أسباب. لأنه أنت تعرف حاليا غادروا الأراضي المحتلة 120 ألف لاجئ صهيوني، ذول رجعوا يعني لدولهم، البريطاني راح لبريطانيا، الامريكي راح، هم مستوطنين بالاساس، هم مو اهل ارض مثل ما فعلا. وهذا اللي يخليهم يعني احنا مرات بالايام الاولى شاهدنا الهروب الجماعي، وهذا يعني واقع، لانه هم مو اصحاب ارض، وبالتالي الشخص اللي مو صاحب الارض ما راح يكون عنده حافز بالدفاع عنهم. هذا الوضع اللي بالداخل، وتغير الراي الاوروبي والغربي اتجاه القضية الفلسطينية واتجاه سياسات الكيان، راح يدفع الكيان باتجاه تقليل الإجراءات المتبعة وتقليل الجرائم المرتكبة تجاه الفلسطينيين، وهنا المشكلة. يعني احنا هنا عندنا عدة سيناريوهات، السيناريو الأقرب انه اسرائيل تريد تستغل هذه الفرصة، يعني بحسب دراسة أعتها معهد الدراسات الاستراتيجية الإسرائيلية، يقول أنه حاليا على حكومة نتنياهو أنه ما تستجيب لدعوات الولايات المتحدة مثلا بتأجيل القص الاجتياح البري، إدخال المساعدات وغيرها. يقولون إسرائيل أمام فرصة حقيقية بأنه تقضي على الفلسطينيين جميعا. الدراسة تقدم حتى بالأرقام مش قد مطلوب شقق لإسكان الفلسطينيين بعد نقلهم لمصر، وش قد لازم تدفع إسرائيل مقابل، يعني سعر الشقة مقيمينه دارسي كل شيء، يعني دراسة كاملة لعمله. أنا من ذكرت حضرتك قبل قليل الضغط لمصر، مو الضغط بإيصال المساعدات وفتح معبر رفح للمساعدات، يعني الموضوع أكبر من هذا. موضوع مصر يعني الإسرائيليين جاي يدفعون باتجاه أنه يأخذون الفلسطينيين سيناء، وإحنا نعرف يعني شنو اللي أنهى حكم الأخوان المسلمين، هي نفسها قضية سيناء. بالتالي الضغط على السيسي كبير، لأنه يعني بمقابل رفضه لإيواء الفلسطينيين بسيناء أمامك أنه تتقسم مصر، وإحنا نعرف بن غوريون يقول احنا حتى تعيش اسرائيل مطمئنه بالمنطقه، وانت تعرف هذا الحكي ايش قد قديم، ايش قد قديم عليها تفتيت ثلاث دول وتحويلها لدويلات صغيره، مصر وسوريا، العراق سوريا ومصر بالترتيب هذا، بداوا بالعراق ومن ثم سوريا بال 2011، وحاليا مصر الوحيده. بالتالي الموضوع مخطط له، مثل ما اشارت ست بارك اكو في الدراسات تقول حتى ايجار الشقه محددي وغيرها من التفاصيل. الموضوع مو مصادفه، ولا الموضوع رد فعل على طوفان الاقصى مثل ما يدعي البعض، معناها هذا المخطط يا استاذ مهند ماشي بهذا الاتجاه، وين رايحين بالايام الجايه؟ لا انا اعتقد ان هذا المخطط قد انتهى تماما من خلال الرفض المصري، ومن خلفه الموقف العربي الذي ايد الرفض المصري لهذا لتنفيذ صفقه القرن. ما تحدثت عنه الدكتورة منذ قليل هو صحيح ماء بالماء، هي صفقة القرن، تهجير عبر عمليات عسكرية أهل غزة إلى سيناء وأهل الضفة الغربية إلى شرقي الأردن وإلى جنوب سوريا، وإن إثارة القلاقل في الجنوب السوري والمشاكل كان هدفها تهيئ البيئة لجعلها وتحويلها إلى مستوطنات أو بدل أو وطن بديل للأخوة الفلسطينيين، وبعدها تهجير ما يسمى بين قوسين السكان الأصليين، أنا أسميهم ولكن الكيان نسميهم عرب 48، إلى أيضا جنوب لبنان وإلى ما هو يا أستاذ مهند، لما ينقطع عنا الأكل والشرب ويقصف يوميا
ومستشفيات ما عنده. آخر مستشفيات يعني تقريبا 2 أو 3 نسمع البارحة طلع عن الخدمة بشكل نهائي. شنو الخيارات عند المواطن الفلسطيني اليوم؟ لا يوجد بصراحة خيارات سوى الصمود والاعتماد على المقاومة، لأن اليوم أيضا الخيارات ضيقة بالنسبة للجانب الإسرائيلي وضيقة بالنسبة للجانب الأمريكي. اليوم نتنياهو في صراع، هل سوف يقوم بمعركة برية ضد غزة لا يحمد عقباها ولا يتوقع المفاجآت التي أعدتها المقاومة له، أم يذهب في حرب إقليمية ممكن أن يطمس من خلالها معالم انتصار 27؟ هذا من جانب. من جانب آخر، خيارات الولايات المتحدة الأمريكية، هل تضحي بنتنياهو وتسقط حكومته وتأتي بحكومة جديدة تذهب إلى تسوية سياسية، أم أنها يعني أن تحمي الكيان على حساب نتنياهو، أم أنها سوف تضحي بالكيان للحفاظ على نتنياهو وتدفعه للقيام بحرب على المستوى الإقليمي؟ أيضا قادة محور المقاومة قد حددوا الخطوط الحمر بأنها سوف تكون المعركة النهائية للكيان الصهيوني. لذلك سيدي الكريم، هي الخيارات صعبة على الكيان الصهيوني ومن خلفه أمريكا وليست على المقاومة. اليوم المقاومة هي من قامت بالفعل في هذه المرة، وهي أعدت نفسها لحرب طويلة الأمد ولكل السيناريوهات التي يمكن أن يفرضها العدو. والشعب الفلسطيني أكثر خبرة في التعامل مع هذا الكيان كونه يتعامل معه عن قرب، وهو مدرك لحجم الإجرام الذي ممكن أن يقدم عليه الكيان. احنا كل اللي حكينا استاذ مهند، كل اللي تناقشنا به الوضع الانساني للفلسطينيين المواطنين المدنيين اللي بعيدين عن القتال، اما وضع المقاومه فوضع المقاومه انتصارات مستمره مثل ما ذكرنا بدايه التغطيه، ونسمع الان يعني غارات بالمستوطنات الفلسطينيه بمدن يعني تقريبا بحياتها ما صادر بها الغارات مثل مدن عكا وغيرها بداخل الكيان الصهيوني. بالتالي وضع المقاومه اليوم بالتاكيد هو موقف قوه. جرب نفس العدو، لو سمحت لي بعجاله، حتى البارحه مساء جرب العدو بارسال دبابه وجرافتين الى تخوم خان يونس في محاوله لجس النبض. تم استهداف هذه الدبابه وحرقها وبالاضافه للجرافتين من مسافه 1.5 كيلومتر، يعني قبل ان تصل الى غزه 1.5 كيلومتر. هذا يعني ان المقاومون جاهزون ومتقدون واصابعهم على الزناد. واليوم يعني هناك بكل تأكيد قلب يحزن بشكل كبير على هؤلاء المدنيين واستهداف المشافي واستهداف حتى مدارس الأونروا واستهداف المدارس التي يحتمي بها المدنيين. ولكن اليوم على المجتمع الدولي، هذه مسؤولية المجتمع الدولي، أن يطلع بمهامه، وإذا لم يطلع بمهامه بكل تأكيد سوف نتحمل الفاتورة. وعلى العرب أن يعرفوا مرة أخرى ماذا يعد لنا هذا المجتمع الدولي. يعني اليوم أنا لو سمحت لي بعجالة، قتل 1 أو 1.5 مليون عراقي وتشريدهم عبر الأرض، بعدها يخرج علينا مثلا لجنة التحقيق الأمريكية وتقول نعتذر لا يوجد أسلحة دمار شامل في العراق. بكرة نفس الشيء رح يحدث في موضوع مشفى المعمداني، جريمة نكراء استهدفت 500 مدني وسوف نقوم بلجنة التحقيق بعد عدة أشهر أو عام. كعراقيين أستاذ مهند أصحاب تجربة، كعراقيين أصحاب تجربة ويا الأساليب الأمريكية، لذلك اليوم تشوف موقف الشعب العراقي وموقف حتى الحكومة العراقية واضح اتجاه الكيان الصهيوني واتجاه القضية الفلسطينية، وخير دليل ما تحدث به رئيس الحكومة في بيان الأخير خاصة في قمة القاهرة. نعم، موقف مشرف. نعم، تتحدث عن موقف قمة القاهرة. أنت قلت ست تبارك، بالتالي موقف الحكومات العربية إلى اليوم تشوفه موقف ضعيف، موقف مو بحجم الكارثة ولا بحجم الجرائم اللي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. قمة ما طلعت في بيان نهائي، بعض الخطابات شفناها مهزوزة، راح يبقى هذا الموقف بالأيام الجاية والجرائم مستمرة يوم بعد يوم. يعني سبب عدم وجود بيان ختامي هو عدم الاتفاق، وانت لا تنسى يعني اذا هم داعين ممثلي الدول الاوروبيه كيف ان يكون هناك بيان ختامي متفق عليه؟ يعني بسير قطار التطبيع لا يمكن ان تنتظر موقف عربي، على الرغم من انه الجمهوريه الاسلاميه ووزير الخارجيه على تواصل مع المملكه العربيه السعوديه. يعني احد الاسباب اللي يطرحها المحللين لهذه العمليه الاستثنائيه طوفان الأقصى هو أنه الفلسطينيين يعني رادوا يقولون للإسرائيليين وإن سار قطار التطبيع، أنت تعرف يعني
يعني الأيام القليلة الماضية كانت السعودية على وشك التطبيع مع إسرائيل مقابل السماح لهم ببرنامج نووي سلمي، وافقت يعني بالأيام الأخيرة الولايات المتحدة. ومن اللي يسمح لهم أساساً اليوم الكيان الصهيوني بأسلحة صناعة محلية للمقاومة الفلسطينية؟ شفنا شنو وضعهم، يعني شنو إمكانيات الكيان وشنو قوته حتى تنطي موافقات وتحمي حكومات. الموافقة عند الكيان الصهيوني، الموافقة من الولايات المتحدة. خلي نكون واقعيين، اليوم الولايات المتحدة أدركت إذا رفضت بعودة التقارب السعودي الإيراني من الممكن أنه طهران تزود الرياض ب يعني التكنولوجيا السلمية يعني للأسلحة النووية. أدركت هذا في ظل التقارب. هنا الولايات المتحدة راح تخسر أهم وسيلة لتخويف دول الخليج، وإحنا نعرف بالمنطقة تعتمد الولايات المتحدة، خافت دول الخليج بالبعبع الإيراني مخاوفهم. فبحالة عودة التقارب الإيراني السعودي وعودة التعاون بأهم ملف، راح تخسر الولايات المتحدة أهم حليف بالشرق الأوسط اللي هو السعودية. اللي راد إيصاله أو أحد الرسائل اللي رادت حماس إيصالها إنه يابا حتى لو السعودية طبعت لا زالت المقاومة الفلسطينية قائمة ولا يمكن تميع القضية الفلسطينية. وهذه يعني النقطة حماس قدمتها بأبهى صورها، ونعرف إنه إحنا يعني هذه العملية الأولى من نوعها. خلي يعني أنتقل لنقطة مهمة، إحنا قد نشوف الصراع هو صراع بين أهل غزة وبمقابل آلة وحشية إبادة جماعية مكتملة. الصراع في حقيقته هو صراع دولي، صراع محاور مكتمل الجوانب. يعني اللي جاي يصير أنه لكل طرف مكاسب. إحنا ممكن بعد 7 أكتوبر راح يختلف عن ما قبل 7 اكتوبر. الصراع ربما يعني هي موازين القوى تغيرت بعد 7 اكتوبر وبعد طوفان الاقصى. استاذ مهند، بالتالي الدور الامريكي بهذه المعركه والداعم الغربي للكيان الصهيوني راح يقدر ياثر بنتائج هذه المعركه وما بعدها؟ هو التاثير كان واضحا من خلال اشتراك العمليات، يعني اشتراك الولايات المتحده الامريكيه بالعمليات العسكريه بشكل مباشر. اليوم هناك حاملتين طائرتين طائرات في شرق المتوسط، هناك اكثر من 2000 جندي امريكي من قوات دلتا موجوده اليوم مع الكيان الصهيوني وقادته. قياده غرفه العمليات للتحضير للهجوم البري على غزه هي امريكيه، وهذا باعتراف الإسرائيليين. يعني في البداية قالوا أننا سوف نقود هذه العملية، بعدها قالوا تركنا قيادة هذه العملية لطبعاً الكيان، عفوا، للولايات المتحدة الأمريكية. وجودها والتصريحات الأمريكية بأنها طبعاً تريد حماية هذا الكيان من أي تدخل خارجي أو دخول أطراف أخرى، وهنا المقصود المقاومة في جنوب لبنان والجيش العربي السوري والمقاومة العراقية، أي أنها يجب أن لا تتدخل. هذا يعني أن الوجود الأمريكي هو لحماية هذا الكيان، وهناك تدخل عملي وبشكل مباشر وقيادة لغرفة عمليات من قبل الأمريكي. لذلك أمريكا حاليا أستاذ مهند، أمريكا حاليا إحنا نسمع بالأزمات السياسية والاقتصادية وغيرها، أمريكا حاليا بموضع قوة يمكنها من حماية الكيان الصهيوني؟ تماما، هذا التدخل له عاملان، وأنا بتشكر حضرتك كثيرا على هذا السؤال لأنه مهم جدا. هذا التدخل قد لا يكون بشكل سلبي علينا، قد يكون بشكل إيجابي. هي لنجم هذا الحيوان المسعور الذي يسمى الكيان الصهيوني ونتنياهو تحديدا. اليوم التدخل الأمريكي قد يكون لعدم تضخيم الموضوع لحرب على المستوى الإقليمي، لأن اليوم بايدن لديه أهداف انتخابية، نحن مقبلين على انتخابات بعد عدة أشهر في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي بايدن يريد استمالة اللوب الصهيوني في داخل الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسساتها. لذلك يريد أن يرسم صورة على أنه يتدخل بقوة لحماية هذا الكيان، ولكن في نفس الوقت أمريكا ليس لديها مصلحة بفتح معركة أخرى وخاصة في الشرق الأوسط. بالعكس، هي كانت منذ عدة أشهر
تحاول تبريد الموقف في الشرق الأوسط والإبقاء الوضع على ما هو عليه مع استنزاف قوى المقاومة. لكن اليوم عملية طوفان الأقصى قلبت الموازين بشكل كامل وأعادت هذه القضية على الواجهة وأشعلت الموقف. وبالتالي أمريكا يعني وبتصريح قاضي أمريكا لا يستطيعون أن يقاتلوا في أوكرانيا وفي سوريا أو حتى في جنوب لبنان وفي غزة أو أن يذهبوا للقتال في تايوان وهم يركزون كل جهدهم. فعلا بالتالي هذا الدور الأمريكي اللي نشوفه داعم اليوم ست تبارك بداعم للكيان الصهيوني ولأساليب الكيان الصهيوني ولجرائمه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني راح تسبب اتساع رقعة المعركة بالأيام الجاية. يعني المقاومة الفلسطينية إلى غاية هذه اللحظة معتمدة على نفسها وعلى سلاحها وعلى ما تصنع من هذا السلاح. الاستمرارية ممكن تفتح المساحة أكبر؟ يعني القوى الدولية تعرف أكو قواعد اشتباك لازم تلتزم بها. يعني الولايات المتحدة فيما لو تدخلت تعرف أنه إيران ما راح تبقى ساكتة وراح تتدخل. أهم جبهة هي جبهة حزب الله وهذا ما يخشاه الإسرائيليين. ربما يعني الجبهة السورية راح تكون بأقل قوة لأنه الحد الآن يعني الجيش السوري ب20% بقوته يقاتل. وأنت تعرف وضع سوريا القوات اللي يعني تدعمها الولايات المتحدة والنزاعات وغيرها وتقسيم سوريا لمناطق نفوذ. الجبهة الأهم واللي يخشاها الإسرائيليين هي جبهة لبنان. لذلك تلاحظ حتى التعزيزات بهذه الجبهة هي الأكبر من نوعها بالنسبة لباقي الجبهات. الولايات المتحدة مثل ما ذكر الأستاذ ما تريد إشعال حرب بالمنطقة. اللي يعني الدعم اللامحدود، احنا نعرف مثلا الاسرائيليين ينتعشون بفترات حكم الجمهوريين والفتره حاليا هي فتره حكم للديمقراطيين، لكن مثل ما ذكر الاستاذ يعني هناك مصالح امريكيه متعلقه ب يعني كسب اليهود واللوبي اليهودي بدعم بايدن. راح تبقى المعركه على اطرافها الحاليه طوفان الاقصى ما بين الكيان الصهيوني والمقاومه الفلسطينيه على ألا تتوسع، لأنه البارحة يعني توماس فريدمان كتب مقالة وجهها للرئيس بايدن ويعني حذر من مغبة الاجتياح البري لغزة. هسه مو خوفا على المدنيين وانما قال في حال اجتياح اسرائيل لغزه راح اول يعني ما نقدر نتنبأ انه اسرائيل راح تبقى موجوده، راح تخسر الولايات المتحده جيبها بالمنطقه اللي تعول عليه وراح كل المصالح الامريكيه ممكن تنتهي. يعني هذا العمل فيما لو صار. احنا عندنا عده سيناريوهات من الممكن انه تتحول لحرب اقليميه فيما لو تدخل يعني حزب الله. بالتاكيد يعني ايران لن تترك حزب الله وحيدا بالمعركة. فيما لو من الممكن أن تكون نهاية التواجد الأمريكي بالمنطقة بشكل تام. لذلك الأسلوب الأمريكي من انطلقت المعركة إلى اليوم، صح أكو دعم سياسي وعسكري، لكن يا أستاذ مهند يتجه باتجاه التهدئة ومحاولة احتواء لهذه المعركة بعد كل الأحداث اللي صارت. التهدئة حاليا تخدم منه بالأساس؟ من الأكثر مستفيد من التهدئة واحتواء الموقف؟ طبعا التهدئة واحتواء الموقف هو أولا يخدم محور المقاومة والمقاومين، لأننا حققنا نصرنا في الساعات الأولى من يوم 7 تشرين، وبالتالي كل يوم يمر على نتنياهو وحكومته أو حتى على هذا الكيان الصهيوني دون تحقيق نتائج عسكرية أو رد انتقامي يعيد له اعتباره كقوة عسكرية رابعة على مستوى العالم كما يدعي، هذا يعني استمرار هزيمة هذا الكيان. لذلك التهدئة يخدم مصلحة المقاومة وأيضا يخدم مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تريد إشعال فتيل حرب إقليمية في منطقة الشرق المتوسط تحديدا. لكن قادة المقاومة الفلسطينية يصرحون دائما بأيام المعارك أن الكيان الصهيوني حاليا أضعف مراحله ويحاولون دائما يستغلون هذه النقطة. صحيح، والدليل على ذلك حالة الانكسار التي كان يعيشها هذا الكيان قبل عدة أشهر. كانت هناك مظاهرات في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو والصراع بين اليمين والوسط، وبالتالي سيدي الكريم هذا الكيان غير متجانس من الناحية الداخلية. أتت معركة طوفان الأقصى التي قال البعض عنها أمنت هامش حماية لنتنياهو السياسي، ولكن على العكس هي وجهت الضربة الأساسية والنهائية لنتنياهو وحكومته، لأن اليوم خيارات أمريكا صعبة، إما أن تحافظ على هذا الكيان وإما أن تحافظ على نتنياهو. إذا كانت فعلا هناك مخرج
ممكن يعني يتدارس البعض وخاصة من الجانب الأمريكي السماح للكيان الصهيوني بدخول محدود في غزة ويعني تصويره على أنه إنجاز كبير ممكن أن يحافظ على وجود الكيان أو يرد اعتباره قليلا ولا يحقق أو يمس ببنية المقاومة. لماذا؟ لأن اليوم أيضا هناك خط أحمر لدى حلف المقاومة لن يسمح أبدا بهزيمة المقاومة في غزة حتى ولو اشترك كل الحلف في هذه المعركة. ونرى اليوم بشكل يوم استهداف للقواعد الأمريكية من غرفة عمليات المقاومة في سوريا، طبعا مع المقاومة العراقية، استهدافات في اليمن تصيب طبعا تستهدف سفن بحرية أمريكية، جنوب لبنان هو في حالة استهداف. إذا هي رسائل سياسية بالنار للولايات المتحدة الأمريكية بأنها يجب أن لا تذهب إلى تصعيد، ويجب بالتالي ما من المتوقع أن تغامر أمريكا والسياسة الأمريكية باتجاه التدخل المباشر بمعركة طوفان الأقصى. لذلك أنا أسأل ست بارك، طوفان الأقصى حققت أهدافها الحقيقية اللي بسببها انطلقوا المقاومين الفلسطينيين باتجاه حدود الكيان الصهيوني وإزالة كل هذه الحدود والمسميات لقوى الدفاع بالنسبة للكيان الصهيوني؟ بالتأكيد يعني عملية الأولى من نوعها، أنت تعرف يعني دائما ما يصدر الإسرائيليين نفسهم على أنهم أقوى أمن، أقوى سلاح، رابع أقوى جيش وغيرها وغيرها، أنه العملية تستمر. أنت لاحظت يعني حتى إذا استذكرنا وعدنا ليوم 7 أكتوبر، يعني الإسرائيليين حتى ما قادرين يتماسكون وينطون موقف، يعني ظلينا الثاني يوم ننتظر الموقف الإسرائيلي. فعملية كيف تم التنسيق، يعني حتى المنظومة التجسسية والسيطرة على الفضاء ما قدروا، حتى مثلا أنه ما كان مثلا بها تواصل عن طريق التليفونات، وإذا هذا الفريق شلون قدر ينسق الدخول الجوي والدخول البري والدخول البحري، شلون قدر يجتاز يعني هذا الحاجز الأمني الشديد اللي دائما إسرائيل تتبجح به، هذه منظومات الصد وغيرها وغيرها. فعملية خطرة أحرجت، يعني أحرجت حكومة نتنياهو. أكو استطلاع يعني للرأي داخل إسرائيل انه كان السؤال يعني هل تعتقد انه حكومه نتنياهو مذنبه يعني بعمليه الاختراق اللي صارت؟ يعني 80% من الاسرائيليين حملوا حكومه نتنياهو نتيجه الاختراق اللي صار او عمليه طوفان الاقصى، بمقابل يعني 8% اتصور هم امتنعوا عن الاجابه. اذا النسبه عاليه، هذا راح يهز صوره نتنياهو. لذلك نتنياهو دائما ما يتظاهر أو يحاول يستخدم موضوع الإنسانية وأنه الكيان الصهيوني هو من المستهدف، ويحاول يظهر بهذه الصورة عند المجتمع الغربي والمجتمع الأوروبي. خليني أنتقل إلى الأستاذ أمين ناصر، الكاتب السياسي المستقل، ينضم لنا عبر الهاتف من لبنان. حياك الله أستاذ أمين. يا مرحبا بك. يوم بعد يوم تتغير طوفان الأقصى بأحداثها بتفاصيلها، بالجرائم المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني اتجاه المدنيين، بالتدخلات الأمريكية بهذه المعركة على الأقل على المستوى السياسي. شنو المتوقع خلال الأيام الجاية؟ نسمع الكيان يهدد ممكن بالغزو البري أو التهجير وغيرها من الأحداث. تحية لك وتحية للضيوف والمشاهدين الكرام. في الوقت الذي تتفاعل فيه وتيرة العدوان الصهيوني على الكفاح وهذا القصف المميت، هنالك مساعي دولية وأممية لتهدئة الأمور ولربما لهدنة ما بين الطرفين. يوم أمس حماس أعلنت عن اتصال هنية ب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتدخل، وهنالك حديث يوم أمس كذلك ما بين دولة رئيس الوزراء والرئيس الفرنسي ماكرون، يعني الرئيس الفرنسي سيد محمد شاه السوداني. وأعتقد أن الأيام القادمة هي حبلة لربما بالمفاجآت، سواء كانت هذه المفاجآت أمنية وعسكرية أو كانت سياسية. في حرب تموز 2006 استمر العدوان الإسرائيلي على لبنان ل 33 يوما. بعد ذلك نتج قرار باجتماع مجلس الأمن الدولي، قرار 1701، الذي أوعز إلى القوات الدولية اليونيفيل، قوات حفظ السلام، بأن تضع شريطا حدوديا سمي بالسياج الأزرق
ما بين الجانبين، الجانب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة. ممكن يتكرر هذا السيناريو بطوفان الأقصى؟ نعم، أنا أعتقد أن الأمور ستذهب إلى يعني تسوية أممية بانعقاد مجلس الأمن، لكن قبل ذلك هنالك ضوء أخضر للكيان الصهيوني من الدول المتبعة أو من الدول الغربية بأن يقرر ما لديه من ترسالة موت على الأبرياء والعزل والمدنيين والآمنين، وهي حرب ليست كفوءة، والمعادلة بها لربما هي معادلة معسكر طويل عريض، معسكر الغرب أمام معسكر يعرف أو يسمى بمحور المقاومة والممانعة. حتى ما هي هنا المشكلة، هنا المشكلة أستاذ أمين. لم يتخذ قرارا بالتوسع. نعم، ما هي هنا المشكلة، السياسات الغربية وحتى وسائل الإعلام الغربية خففت من حدة خطاباتها السياسية تجاه هذه المعركة والعسكرية وإدانات للكيان الصهيوني ومواقف تجاه الكيان، والكيان مستمر بهذه العمليات. ذكرنا البارحة أكثر من 400 شهيد و1000 جريح تقريبا. نعم، ليست جديدة على الكيان، الكيان لا يضرب أهدافا عسكرية، لا يستهدف يعني الكيان يستهدف المدنيين ويستهدف البنى التحتية. هذا ما حدث بالاحتلالات الستة لبيروت وبالحروب الستة للبنان التي قادها الكيان الصهيوني، وهذا ما حدث بغزة ب 85 وال 2015 وال 2014 وال 2018 عفوا. يعني تحدثنا عن عدم وجود تكافؤ. اليوم هنالك مدفعية ثقيلة، هنالك طائرات حربية، هنالك مسيرات من قبل الكيان الصهيوني. لا رد حتى هذه اللحظة على المجازر الكبيرة التي تحدث في القطاع، لا رد سياسي ولا رد دبلوماسي، لا يوجد طرد حتى لسفراء الاحتلال من الدول المطبعة في الخليج أو حتى في الغرب الذي أخرج بعض أو أخرجت بعض حكوماته عمليات إدانة وعمليات رفض. هنالك تشويه للحقائق، الغرب لا يؤمن بقضية أو برواية قصف مستشفى المعمداني من قبل الكيان الصهيوني، هنالك رواية منتكسة يروج لها الكيان ويروج تروج الولايات المتحدة الأمريكية على أن حماس هي من قامت بهذا القصف. الأمور حتى هذه اللحظة منتكسة، أعتقد الكل يتفرج وينتظر الأيام ويعد. بالتالي العرب والمسلمين في المنطقة العربية هم أعداء، يعني يحصونهم بعد الحوادث، بعد الزلازل، بعد الفيضانات، بعد الموت، بعد الدمار، وهذا ما شاهدناه في العراق. هي هنا المشكلة أستاذ أمين، أن الكل واقف يتفرج وينتظر أنه شنو اللي راح يصير بالأيام الجاية، بوقت أنه اللي ينتظر ويتفرج من حكومات عندهم موقف وأصحاب قرار والمفروض يكونون أشجع بقراراتهم أو حتى ببياناتهم. أنا أشكرك الأستاذ أمين ناصر الكاتب السياسي المستقل من لبنان، وأنتقل لأستاذ مهند بدقيقة. أستاذ مهند، وإن صارت الهدنة، منو راح يرجع حق هاي الناس؟ منو اللي راح يرجع الشهداء؟ منو راح يطيب الجرحى؟ منو اللي راح يرد عاطفة الأطفال اللي تأذت وانكسرت بسبب عمليات القصف؟ بكل تأكيد عزاء الأهالي، المقاومة هو انتصار المقاومة سيدي الكريم، وتحديد أهداف أو تحقيق أهداف معركة طوفان الأقصى والتي حددتها المقاومة بهدفان أساسيان. تبييض السجون، اليوم عملية تبادل الأسرى ما بين أسرى من الكيان الصهيوني وطبعا الأسرى الفلسطينيين، والسقف الذي رفعته المقاومة بتبييض السجون بالكامل، هذا من شأنه أن يشفي غلول الغلوة الذي هو موجود في صدور هؤلاء طبعا. السكالى والايتام، هذا من جانب. من جانب اخر هو تحقيق الهدف الاخر للمقاومه، وهو ارسال رساله للكيان بانه لا يمكن الاستمرار بالمساس بمقدسات المسلمين والعرب هنا، سواء كانوا مسيحيين او مسلمين، وبالتالي ايقاف عمليات التعديات المستمره على المسجد الاقصى وحرق القران الكريم واستهداف الكنائس وما الى ذلك. نعم استاذ مهند، وهو الهدف الثاني لهذه العمليات. شكرا استاذ مهند. ست تبارك، ب 30 ثانيه نتوقع انه هذه الهدنه راح تنطلق خلال هذه الايام القريبه، انه الكيان راح يستمر بهذه العمليات.
أنا بس أريد أوضح نقطة مهمة أو أشياء ألفت النظر إلها. أخلي يعني بعيدا عن الأسباب اللي ذكرناها أو بالإضافة إلها اللي هي عملية إبادة، يعني واحدة من الدوافع المهمة يعني سعي الإسرائيليين لدخول غزة هي أنه غزة تحتوي كميات كبيرة من الغاز. طبعا جزء من أوروبا تدفع بهذا الاتجاه، ليش؟ لأنه في حال سيطرة إسرائيل على غزة كمية الغاز اللي راح يوصل لأوروبا يتجاوز حجم الغاز اللي يوصلها من نورد ستريم 1. فهذه يعني مصالح مهمة اللي هي الغاز. أضف لذلك ذكرنا أنه حاليا الكيان الصهيوني يخسر اسبوعيا اكثر من 10 مليون دولار بسبب حقل تمار، ووضع حقل تمار بسبب الحرب فعلا. نعم. حتى يعني غاز بحر او غاز شرق البحر المتوسط في حال الضغط على مصر من الممكن، انت تعرف حاليا الاتفاقيه مقرها القاهره راح ينتقل مهم الجانب الاقتصادي بالنسبه للكيان. الصراع على موارد الطاقه مهم. الهدنه على عجاله ست بارك نتوقع انطلاقها خلال هذه الايام، انه المعارك مستمره. العفو، الهدنه، ما نسمع عنه عن الهدنه، نتوقع انه تنطلق هذه الهدنه ويتوقف القتال خلال هذه الايام، ام انه المعركه مستمره؟ اتصور المعركه مستمره، لانه يعني نتنياهو يعني ما يقدر يتراجع طالما انه الاطراف الاخرى الحلفاء مالته هم يعني من الاحزاب اليهوديه او الصهيونيه المتشدده صورته من خلال هذه الجرائم المرتكبة. من الممكن يعني انت تعرف عليه قضايا فساد في حالة تراجع عن الحرب على غزة، يعني راح الحلف مع المتشددين ينهار وبالتالي يكون مصيره السجن. اشكرك الست تبارك راضي الباحثة في الشأن السياسي، وكذلك اشكر الاستاذ مهند الحاج علي الكاتب والمحلل السياسي ينضم لنا من سوريا عبر سكايب، وكذلك الشكر موصول للاستاذ امين ناصر الكاتب السياسي من بيروت، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. بالتأكيد مستمرين بهذه التغطيات المواكبة للانتصارات الفلسطينية المتحققة على الكيان الصهيوني لليوم 17، والمقاومة الفلسطينية مستمرة بتحقيق الانتصارات بداخل الكيان. نلتقيكم تغطيات أخرى، في أمان الله.